ما دير معاك الزوين. اللهم اصبر احسن ما يكون تقول لي انا هيا هادي على لي قال لك الجزئيه لا ترجع كل دوله تستعملها. الله يخلفك كل دوله تستعملها على الاقتراض بسهوله. صار النسخه ديالها كتحيد لها غير واحد ميكا موراها وكتنسقها وتعلقها 10 درهم على 10 درهم خويا. الفلاطيه ديال الطواليت راه ما تخليش تصار ريحه الراس ديال الحشرات ديال الحبات ديال النافع. هاهي خويا غير ما كتحل حالك. مرحبا خويا اللي بغا شي كولا دوريجي راه عندي غير شي حبات ما بقاش عندي بزاف. كولا خويا خذوا حيدا من قدام قبل ما تشاري. بغيت تسمع هذوك الطراس اللي متقطعين الاخرى كتقطع هذا القط واحد كولا خويا. اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر مباشره قلب يعني سوق الخرفان مدينه الرشيديه وبالضبط يعني بسوق الاحد. هنا متابعي قناه الشاب غير اللي ما بغاهمش يعني اربعه ديال المعزات ب 5000 درهم. هنا بغينا نعرفوا يعني كل المتابعين والمتابعات يعني انهم يقولوا لنا يعني الاسواق المغربيه منين كيشاهدوا معنا هذا البث وايضا الاثمنه اللي كاينه في الاسواق ديال الخرفان علما ان يعني الاثمنه تختلف من سوق لسوق وبغينا يعني نعرفوا الاثمنه اللي كاينه في الاسواق المغربيه. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج الوطن. بغينا كل المتابعين انهم يقولوا لنا منين كيشاهدوا معنا هذا البث المباشر وهذا الربعه المعزات ب 5000 درهم يعني اللي طال يعني اللي عطاو المولاهم لكن هو ربما انه كيطلب حتى 120000 يعني 6000 درهم. اي هادو معزات. اما بالنسبه للخرفان يعني طلب فيهم 64. بالنسبه لهاد الخريفات جوجهم 64 وبالنسبه لهاد المعزات هادو ب 5000 درهم. هاكا لا لا اسمح لي احسن ما يكون. هي ثلاثه لطق مع السياسيين. حياك الله وتبارك الله عليك. الشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات. بغينا كل المتابعات انهم يقولوا لنا وكذلك منين كيشاهدوا معنا هذا البث المباشر ونحن بمدينه الرشيديه وبالضبط بسوق الاحد واش يستاهلوا هذا الربعه المعزات 5000 درهم علما ان يعني البائع كيقول بان عطاوه 5000 درهم ولازال لحد الان يعني ربما انه كيطلب اكثر. السوق ربما انا كنشوفو يعني غالي واحد شويه لكن الله يكون في العوان بالنسبه للكسابه حتى هما راه الغلاء بالنسبه للماكله وبالنسبه للعلف ديالهم. علق بسهوله اي بلاصه. وهاد المعزات هانتوما كتشوفهم ربما انهم يتقسموا على يعني على اربعه. خويا العزيز احسن ما يكون. نعم لا 20 درهم هذاك 400 احسن. شحال غادي نديروا لهم 25 الف. نوال الشيادمه حياك الله والشكر الجزيل اخت نوال الشيادمه. السوق يعني كنشوف ربما انه ما كاينش واحد الاقبال كبير بالنسبه للخرفان لان الغلا كاين. الله يحسن العوان حتى للكسابه كما قلنا الله يحسن العوان للكسابه لان العلف وكذلك ديالهم راه غالي. بلا ما تبقى الانسان يبقى بالحياط يغير راه الله مخير. هذا بغينا تعليقات المتابعين والمتابعات اللي كيشاهدوا معنا هذا البث المباشر وكيف نجاوهم يعني هذه المعزات هادو من قلب سوق الخرفان بمدينه الرشيديه. خير الخدمه ديالها احسن ما يكون في البنك. نوال في التعليق ديالها الشيادمه ما شاء الله الله يسهل على الجميع. حياك الله والشكر الجزيل للاخت نوال على التعليق ديالها بخصوص الخرفان هنا بمدينه الرشيديه وبقلب سوق الاحد. كي جاوك هاد الخرفان؟
عطاو ب 4-5000 درهم. ها مولاهم ها. موسى غرير منين السي موسى منين انت منين؟ يلا بابو ستوندار منين انت نقولوها نقترحوها على البائع؟ راه هنا في مدينة الرشيدية. تبارك الله الله يحفظ الله يحفظك جواد من فاس. حياك الله خويا جواد تبارك الله عليك. هذو هما التعليقات اللي بغينا من كل المتابعين والمتابعات انهم يقولوا لنا وكذلك من كيشاهدوا معنا هذا البث المباشر كاين وكذلك هذه العيجه هذه مع وليده. وهاد المعيزات هادو كيف ما قلنا بانهم 4-5000 درهم. احسن علاقه هذه ديال الطواليت تصفار الريحه وتراب زيت الحشره. سي نور الدين اللي كيقول لك الملاح، سي عبد اسمع اللي كيقول لك 100000 اخويا تبقى غير تشوف فيها احسن من دوك المعزات. يعني كنحاول ما امكن نقرا التعليقات ديال المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن، فاكيد كاينين اللي يعجبو كاين اللي ما يعجبوش، كل واحد عاوتاني شنو بغى. سي موسى في انتظار التعليق ديالك، فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن، وبغينا كل المتابعين انهم يعطيونا الراي ديالهم. هذا فقط غير السوق ديال مدينه الرشيديه. بالنسبه للنزيه اللي كيقول لك الصوره ما واضحاش، بغينا كل المتابعين انهم يقولوا لنا واش الصوره واضحه ولا ما واضحاش. الصوره ربما انه يعني ان باستعمالي لهاتفين يعني كتبان لي الصوره واضحه من ناحيه ديال الملاح، راه ملاح ولكن الثمن. سي نور الدين اكيد ان الثمن ترى ربما انه كيبان لي غالي، ولكن راه السوق هو هذا، السوق هو هذا، يعني الرخاء ديال السوق راه هو هذا. تحياتي خويا من الخميسات الناس ديال الرشيديه الكايدي، حياك الله عبد الله. السلام عليكم، تحياتي من برشلونه محمد والسدين ومجموعه من المتابعين والمتابعات. نور الدين وكذلك حياك الله وتبارك الله عليك ما شاء الله وتبارك الله. كيف ما قلنا متابعي قناه شوف تي في هادو هما صوره واضحه. سي نور الدين حياك الله، واضح سي كايدي تبارك الله عليكم على الاجابه والاستجابه على التعليق في التعليقات ديالكم حول الصوره. وهذا هو مثار انتباهي، لان هاد المعيزات هادو بربعه اللي طرب يعني اللي تعطاو لمولاهم، راه تعطاو لمولاهم 5000 درهم وربما انه كيقلب على اكثر. هذا علاش واضح سي كايدي حياك الله وتبارك الله عليك، والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن. تحيه كبيره ساكنه الخميسات. وبغينا تعليقات المتابعين. تمزياني تبارك الله سي الحسين حافظ فايز حياك الله وما شاء الله وكذلك عليك. تحياتي خويا من تونات، راهم زوينين غير شويه. شنو قال؟ غير شويه الثمن طالع. اكيد سي حفيظ كريم الثمن ديال هادو 3500 درهم، بركه عليهم. كريم وسروت حفيظ فايز الله يسخر، مروه بوسته تبارك الله، شياد ما الله يرحمنا يا ارحم الراحمين يا رجاء السائلين، عبد اللطيف الهواسي، عبد اللطيف من بيوكري صورة واضحة. أحسن ما يكون الله يرحمنا. تحياتي لك من نواحي مدينة الصفرو. تا هادو كيتقلبوا لهم هادو ها؟ لا واش يتقلبوا لهم دوك السنان؟ لا انا ما نعرفش اش كاين شحال عندهم شحال هادو دابا هادو اش هادو دابا هادو سنان الحليب ايوا سنان الحليب هادو سنان الحليب تحياتي من اكدس حياك الله لا 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 بالنسبه يعني السنان سنان الحليب راني يعني سولت البائع اللي كيقول لك سنان الحليب يعني ما يمكن هاد المعيزات 5000 درهم 100000 ريال بربعه احسن علاقه هذه. وبالنسبه لهاد الخريفات هادو هاد الخريفات هادو 64 64000
اوكي لصوتك على القيد. تحياتي من ميلانو سي عبد الكمال شو داود الكيس، حياك الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن. فبغينا كل المتابعين انهم ربي يسخر انهم يقولوا لنا ملي كيشاهدوا معنا هذا البث المباشر. مالك مالك؟ لا لا اجي اجي. هاكي هاكي هاكي. ربي يسخر. بغينا كل المتابعين انهم يقولون منين كيشاهدوا معنا هذا البث المباشر وكيف جاهم يعني ثمن 5000 درهم بخصوص هذا الربعه المعزز. يلا هاكي 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 هاكي. شكرا. تحياتي لكم تين جداد، حياكم الله وتبارك الله عليكم. ايوا غاليين الخرفان، تحياتي لكم تين جداد. تحيه للسي حفيظ فايس اللي كيقول لك غاليين الخرفان. اكيد ان شويه الغلا كاين، ولكن راه الله يحسن العوار، راه الكساب وكذلك حتى هو كيعلفهم. وبالنسبه للاثمنه ديال السوق راه هي هذه الاثمنه اللي كاينه ديال السوق. هادو اربعه ديال المعزات اللي يعني تعطاو لمولاهم 5000 درهم. وبغينا نشوفوا متابعي قناه شوف تيفي كيفاش جاهم يعني الثمن ديال هاد المعزات هادو اللي هما طالب فيهم ربما 5000 درهم واكثر، لانه تعطى 5000 درهم صراحه ما زوينين. انا كنتابعك من طنجه داود الكيس، حياك الله وتبارك الله عليك والشكر الجزيل لخويا داود الكيس من مدينه طنجه، وتحيه كبيره لساكنه مدينه طنجه. وشوف تيفي بقلب سوق الخرفان بمدينه الرشيديه سوق الاحد. وكيف ما قلنا متابعي قناه شوف تيفي اربعه المعزات ب 5000 درهم من تيزنيت المغرب بلاد الخير اكيد. شوف تبارك الله يعني راه ملاح. من تيزنيت من طنجة ومن فاس ومن مكناس ومجموعة من المتابعين اللي كيشاهدوا معنا هذا البث الرائع والمباشر، فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين قناة شوف تيفي. بغينا كل المتابعين والمتابعات انهم يقولوا لنا منين كيشاهدوا معنا هذا البث. اجي راه اربعه المعزز ب 100000 نديهم ربيهم. ها؟ وراه معيز. حفيد فايز حياك الله تبارك الله عليك. صحراء وصحراء وكلشي غالي تقهرنا، الله يصوب اكيد ان كلشي غلا وتقهر الانسان. حفيد فايز اللي كيقول لك الله يسخر كل واحد ويجيب شي عام زوين ان شاء الله. ان شاء الله اكيد يجيو هاد يعني هاد الاعوام الحمد لله اللي جايه. وي يجيو زوين يجيو زوين ان شاء الله. حي الله الدار بما يحبك بما يحبك الله. بما يحبك الله الخدمه ديالها احسن ما يكون علاقة بسهوله. ما شاء الله وتبارك الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن. هذا هو بث متابعي قناه شوف تيفي من قلب سوق الغنام مدينة الرشيدية بقلب سوق الحد، فحياكم الله وتبارك الله عليكم. أربعة المعزات متابعي قناة شوف تيفي والثمن ديالهم 5000 درهم. أكيد إن شاء الله متابعي قناة الشعب نتلاقاو في بث آخر وموضوع آخر بإذن الله الرحمن الرحيم. تبارك الله. تحية لكم من بادوفا محمد أكادير. السلام عليكم ورحمة الله. محمد أكادير. أحسن ما يكون. واكيد ان شاء الله يعني نتلاقاو في بث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن في قلب سوق الاحد مدينه الرشيديه. تبارك الله عليكم. نشوف لك الثمن ديال النعجه. مرحبا سي الحسن. نسولوك شي واحد العلاقات كيديروا من كيف؟ العلاقات بالنسبه للثمن ديال هذه؟
الثمن ديال هذه اخويا ما ديال الثواني كان 110 بوليدها بوليدها من احسن ما يكون هذه العلاقه ما تصدقش ما غادي نعجاو نعجاو وليده 110,000 وراها كتولد باش نحضروا للزلوره هذه الخويا راه مقيف تاع السلوفان غنسوق رجعها احسن ما يكون علق بسهوله كلاسيك يحبس الاخبار والريحه والصراحه زيد الحشرات ها انتما 110,000 ريال وراها حامله كاينه اللي كثر غير 7 ايام احسن ما يكون راه يستطع لا السيد اللي قال عندي تحياتي ليك من بني احمد حياك الله بالنسبه للسي حفيظ لا بالنسبه للعجوله ما كاينينش اخويا بالنسبه للعجوله في سوق الحد ما كاينينش بالنسبه للسوق يعني فيه غير الخرفان الخرفان والبعيز اما بالنسبه للعجوله ما كيكونوش وهذه فرو هذه نعجه وليده وحامله أحسن ما يكون ما يطلب أحسن ما يكون بالناس السوق يعني ما فيهش هي الخدمة ديالها ما فيهش العجولة أي بلاصة علقتها فيما يعجبك علق فيما يعجبك خويا سيبورات الصابونة اللي كتستقبل المسمار خير إلا على راسك أختي الله يلاه غير حفيظ فايز إن شاء الله يجيب الكادو حلوة حلوة كادو الزلورة ضروري راه حاملة تبارك الله ما شاء الله الثمن ديالها 110,000 عندها واحد الميكا لا ها هي هذه العلاقة نشوفوها بهذا الشكل هذا من هذه الزاوية 110,000 5,500 درهم بالنسبة لهذه النعجة وليدة وحاملة فاللهم بارك وزيد في ذلك عندكم تيولدوا قوي ولدوا ويطلقوا سي حفيظ الكادو كيتسالك احسن ما يكون هاي قال لك 110,000 ريال 110,000 بولده وحامله تبارك الله الله يبارك ورجلها هارب عليها هذه هي النعجه الارمله هذه نعجه ارمله خلال يعني حامله وعندها وليد ايوب حياك الله تبارك الله عليك واخويا العزيز اشنو غادي نديرو اللهم نضحكوا مع كل المتابعين والمتابعات نخلقوا واحد الجو الحمد لله اللي هو شعبي واجتماعي نضحكوا فيه ونقولوا الاثمنه المعقوله اللي كاينه في الاسواق ونناقشوا مع الناس ونناقشوا التعليقات هذا هو الفضل الكبير اللي كنكون يعني كيكون في جميع اللايفات اللي كنحاول ما امكن ندير الله يكبر بك خويا ايوب وشكرا سي حفيظ وشكرا لكل المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن اللي الحمد لله كيبادلونا المحبه والحب والاحترام الله يكبر بكم نشوفوا سي حفيظ ويا خويا العزيز راه كنا كناخذ يعني كتشوف تبارك الله كتاخذ ب 30 وب 40 حاجه اللي هي مليحه وكبيره ولكن دابا راه لا اله الا الله نتمنوا ان شاء الله هذا العام اللي داخل انه مع بعد هذه التساقطات ان شاء الله اللي شهدتها شهدها الاقليم واقاليم ديال المملكه الحمد لله نشوفوا الخير والخمير وكذلك كيعم المملكه المغربيه العلويه الشريفه ف لا تقنطوا من رحمه الله الحمد لله الرحمه ديال الله واسعه وعريضه والسي حفيظ دابا راه المشكلة هاد النعجة هادي راه قلنا لك نعجة أرملة عندها وليد وحاملة 110,000 ريال راه قربت تولد حياكم الله والشكر جزيل لكل المتابعين والمتابعات واكيد متابعي قناه شوف تيفي اكيد انني غادي ندير لهاد النعجه الارمله ندير لها شي بت بوحدو الله وعسى انها تنقد حياكم الله هذا هو السوق ديال الخرفان متابعي قناه شوف تيفي يعني رواج قليل واحد شويه والساكنه يعني كتحاول ما امكنت يعني تشوف تشوف غير الاثمنه وتسول على الاثمنه فالله يكون في عون كيف ما قلنا لك السبت هو راه كيخرج ويدخل يعني هذا الخرفان وهذا النعاج وهذا المعيز والعلف وكذلك لا اله الا الله
حافظ حياك الله. الله يسخر خويا راك عزيز يخليك ديما ضحك ومنور. تبارك الله عليك والشكر الجزيل لك خويا حافظ. وانت وكذلك لي شرف ان باش انني نقرا التعليق ديالك والتعليقات ديال المتابعين والمتابعات. فتبارك الله عليكم وشكرا لكم. نحاولوا ما امكن نديروا كيف ما قلنا نديروا عنوان اخر لهذه النعجه ووليدها وبانها حامله ونديروا الثمن ديالها لعل وعسى ربما لعشاق هذا الخرفان وعشاق النعاج انه يقدر ياخذوا هذه النعجه هذه. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن. وهذا هو بثي من قلب سوق الاحد وان شاء الله اكيد متابعي قناه الشاب الى بث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن. حياكم الله. والسي ايوب الا كانت 10 اذا هذاك ماشي ولدها يا خو. لا لا صافي وبارك عليا ايوب بارك عليا حياك الله. واش انت اخويا ايوب كاز بالنسبه للاثمنه انا ما غاديش ندخل في الثمن ديال الكسابه. الثمن ديال الكسابه هذا هو الثمن اللي كاين في السوق راه ماشي غير هذه النعجه ولا هذه المعزات اللي صورت. الثمن هذا هو اللي كاين في السوق الثمن طالع والله يحسن العوان. انتم شفتوا الجفاف يعني اللي مر منه المرات منه المملكه المغربيه العلويه الشريفه. نطلبوا من الله الخير نطلبوا من الله الخير لان راه الجفاف كان عم المملكه المغربيه العلويه الشريفه. بعد الحمد لله التساقطات راه غادي ان شاء الله تنتعش الفرشه المائيه وتحسن الامور ان شاء الله الى ما هي احسن. بالنسبه للخروف هاد الجوج خرفان هادو اللي شفتوهم بجوج هاد الجوج خرفان هادو ب 64000 ريال. يعني هانتوما شوفوا الشكل ديالهم والحجم ديالهم كيفاش داير. هانتوما 64000 ريال. يعني الثمن ما غاديش نقولوا بانه شحال هادي كان الثمن المنخفض وكان تبارك الله الملاح ودابا راه حتى هما الحمد لله كاين ها هما ملاح ولكن الثمن راه طالع. فحياكم الله وتبارك الله عليكم متابعي قناه شوف تي في. نتلاقاو دابا بواحد البت دابا حاليا في هذا البت هذا ديال هاد النعجه وليدها وحامله في بت اخر. حياكم الله وتبارك الله عليكم.